بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خوش سؤال يقول: هل ممكن اني انزل وزني عن طريق اتباع رياضة المشي فقط؟ يعني بس امشي ما اسوي شيء ثاني. الفكرة مو انك تمشي او ما تمشي، الفكرة ان تحط في بالك التغذية هي اللي تأثر 80% على نزول وزنك و20% الرياضة بنوعها. فلما نحط ميزان و80% من الثقل يروح على كفة من كفة الميزان، هي اللي راح تنزل وهي اللي راح تتأثر. فال80% أكل، مو مشي، مو رياضة، مو حركة. ولكن الحركة طبعا لها دور بالصحة العامة، لها دور خلينا نقول مساعدة في نزول وزن، عامل مساعد. فإحنا ما نلغي دور المشي، ما نلغي دور الحركة، ولكن مو هي الأساس. المشي أفضل من إنك تقعد ربادي، المشي أفضل من إنك ما تتحرك، فننصح بالمشي بس الأهم تغذية.